السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة مريم التعليمية أهلا ومرحبا بكم في تتمة درس الأعداد الصحيحة الطبيعية الملايين والملايير الصفحة 9 أولا كل بطاقة تمثل عددا ألف أملأ خانة كل بطاقة بالأرقام صفر واحد اثنان 6 لأحصل على أكبر عدد لدينا هنا كل بطاقة تتكون من ستة أرقام واحد اثنان ثلاثة فصل الوحدات البسيطة وواحد اثنان ثلاثة فصل الآلف لكي نحصل على أكبر عدد باستخدام هذه الأرقام علينا أن نبدأ دائما بالرقم الأكبر مثلا سأعطيكم مثلا هنا لدينا خمسة سأكتب بعدها ستة من العدد الأكبر بعد ستة هنا لدينا اثنان وبعد اثنان لدينا واحد ثم صفر في الخانة في البطاقة الثانية خمسة نكتب بعدها بعدها ستة ثم بعدها اثنان واحد صفر كما لو أننا نرتب هذه الأعداد من الأكبر إلى الأصغر لنحصل دائما على أكبر عدد نبدأ بالعدد الأكبر من بين هذه الأرقام لدينا هنا خمسة أربعة، إذا نكتب ستة اثنان واحد صفر، سنبدأ من هنا الآن، دائما سنبدأ بستة اثنان واحد صفر، هنا كذلك سنبدأ بستة اثنان واحد وصفر في الأخير، هنا سنبدأ بستة اثنان. واحد صفر ستة اثنان واحد وصفر ستة اثنان واحد ثم صفر باء رتب ورتب هذه الأعداد تناقصيا باستعمال الرمز المناسب علينا أن نرتب هذه البطاقات ترتيبا تناقصيا والترتيب التناقصي يعني من الأكبر إلى الأصغر أكبر بطاقة لدينا هنا هي البطاقة التي ستكون تبدأ بالرقم ستة لدينا هنا وهنا ستة ستة إذا أكبر رقم سيكون ستة خمسة لأنها ستة بعدها خمسة ستة خمسة ستة خمسة ولكن لدينا في الرقم الثالث هنا اثنان وهنا أربعة من الأكبر ست مئة وأربعة وخمسون ألفا ومئتان وعشرة نكتب خمسة وستون ست مئة وأربعة وخمسون ألفا ومئتان وعشرة الرمز اذن كتبنا هذا العدد بعدها خمس 652.410 وإثنان وخمسون ألفا وعشرة، ستمائة وإثنان وخمسون ألفا وعشرة، نشطب عليه، بعدها نكتب، لدينا ستة، ستة ستة، إثنان إثنان إثنان، واحد واحد واحد. خمسه خمسه صفر، إذا خمسه خمسه هنا أربعه وهنا صفر صفر، إذا نكتب أربعه، ستمائه وواحد وعشرون ألفا وخمسمائه وأربعه، ثم نكتب بعدها ستمائه، ستمائه وواحد وعشرون ألفا وخمسمائه وأربعه، بقيت لدينا ستمائه. واحد وعشرون ألفا وأربعة وخمسون، ثم بعدها لدينا نمر إلى الأعداد التي تبدأ بالرقم خمسة، خمسة خمسة، لدينا هنا أربعة ستة ستة، ستة ستة، إثنان إثنان، واحد واحد، أربعة وهنا صفر، إذا نكتب أربعة، خمسمائة وإثنان وستون ألفا. مئة وأربعون ثم نكتب خمسمائة واثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وفي الأخير تبقى لنا خمسمائة وستة وأربعون ألفا ومئتان وعشرة تمرين اثنان قياس المسافة الفاصلة بين الأرض وكوكب عطارد تقدر ب خمسة ملايين وتسعمائة ألف كيلومتر، أقرأ ثم أكتب هذا العدد بالحروف. نكتب خمسة ملايين، خمسة ملايين و تسع... وتسعمائة ألف كيلومتر خمسة ملايين وتسعمائة ألف كيلومتر تمرين الثالث أكتب بالأرقام الأعداد التالية سبعة ملايين وخمسة وعشرون ألفا ومئتان نكتب خمسة ملايين فصل الملايين وخمسة وعشرون ألفا إذا سنمر إلى فصل الآلاف إذا نترك مسافة قصيرة بين كل فصل وفصل ونكتب خمسة وعشرون ومئتان إذا نمر إلى فصل وحدة البسيطة ونكتب مئتان ونترك مسافة قصيرة إذا خمسة ملايين وخمسة وعشرون ألفا ومئتان مليون ومئة وتسعة وسبعون ألفا وثمانية عشر نكتب مليون ومئة وتسعة وسبعون ألفا نترك مسافة قصيرة بين كل فصل وفصل نكتب مئة وتسعة وسبعون ألفا مئة وتسعة وسبعون ألفا وثمانية عشر وثمانية عشر لا بد أن نترك هذه المسافة القصيرة بين كل فصل وفصل حتى تسهل علينا قراءة العدد خمسة وسبعون مليونا وأربعة وستون مليارا نكتب أربعة وستون مليارا وخمسة وسبعون مليونا ليس لدينا فصل الآلاف نعوده بالأصفر وليس لدينا فصل الوحدات ونعوده بالأصفر تمرين الرابع أكتب كل من الأعداد الآتية على صورة مجموع كما في المثال العدد الأول اثنان مليون و وتسعة وستون ألفان وتسعة قمنا بتفكيكها اثنان مليون كتبنا اثنان مليون سبعمائة ألف كتبنا سبعمائة ألف ستون ألف ستون ألف تسعة آلاف تسعة آلاف سبعمائة سبعمائة ثمانون ثمانون تسعة تسعة أو نكتب اثنان اثنان ونحسب عدد الأرقام التي بقيت وراء- بعدها ونعوضها بالأصفر، مثلا إثنان إثنان، نحسب عدد الأرقام التي بقيت بعد إثنان، واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعوضها بالأصفر إذا ستة أصفار، واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، الآن سبعة نكتب سبعة سبعة، ونحسب عدد الأرقام التي بقيت بعد سبعة ونعوضها بالأصفر، واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة لدينا ستة الاف ستون الفا نكتب ستة ستة نحسب عدد الارقام التي بقيت بعدها ستة واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة لدينا تسعة الاف نكتب تسعة نحسب عدد الارقام التي بقيت بعدها واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة لدينا سبعة نكتب سبعة عدد الارقام التي بقيت بعد سبعة واحد اثنان واحد اثنان ثمانية ثمانية عدد الأرقام التي بقيت بعد ثمانية هنا تسعة أي رقم واحد صفر واحد هنا تسعة بقيت إذا تسعة هذه الطريقة التي سنستخدمها إذا يعني أربعة ملايين نقرأ العدد أربعة ملايين و وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وواحد أربعة ملايين نكتب أربعة ملايين أي أربعة نحسب عدد الأصفر التي بقيت على أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة زائد خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة واحد اثنان ثلاثة سبعة واحد اثنان واحد اثنان زائد واحد الصفر لا نكتبه نكتبه الاصفر التي بقيت بعد عشر لدينا هنا أربعة وثلاثون مليونا و خمس مئة وثمانية وسبعون ألفا و مئة وخمسة وثلاثون نكتب ثلاثة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة زائد أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة زائد خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة زائد سبعة نكتب سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد. اثنان ثلاثة اربعة زائد ثمانية واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة زائد اربعة واحد اثنان واحد اثنان زائد ثلاثة ثلاثون زائد خمسة لدينا هنا مئة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة بنفس الطريقة واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية زائد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة زائد ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة زائد اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة زائد خمسة واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة زائد ستة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة زائد سبعمائة زائد ثمانون زائد تسعة تمرين الخامس أذكر رتبة كل رقم من الأرقام العدد أربعمائة واثنان وستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وواحد بدون استعمال الجدول ليس هناك فراغ لنكتب رتبة كل رقم إذا لدينا العدد أربعمائة واثنان وستون مليونا وثلاثمئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد. إذن نبدأ بالرقم واحد صفر تسعة سبعة خمسة ثلاثة اثنان ستة واربعة إذا لدينا رقم واحد كما قلت لكم نبدأ دائما جهة اليمين لدينا هنا فصل الوحدات البسيطة يتكون من وحدات وعشرات ومئات وبعدها فصل الالاف يتكون من وحدات الالاف عشرات الالاف ومئات الالاف ثم فصل الملايين يتكون من وحدات الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين اذا الرقم واحد يمثل ال الوحدات رقم صفر يمثل ال عشرات ورقم تسعة يمثل المئات الرقم سبعة يمثل وحدات الآلاف ورقم خمسة عشرات الآلاف ورقم ثلاثة مئات الآلاف اثنان رقم وحدات الملايين رقم سته عشرات الملايين والرقم اربعه مئات الملايين تمرين سته املا الخانات الفارغه لنقرا اولا العدد مئة وسبعة وثمانون ألفا مئة واثنان وأربعون خمسة هي رتبة مئات الآلاف إذا خمسة في مئة ألف مئات مئة ألف عشرات الآلاف هي ثمانية عشرات الآلاف نضرب في ثمانية سبعة تمثل آلاف سبعة في ألف ثلاثة هي المئات إذا نضربها في مئة اربعه في عشره والوحدات هي اثنان تمرين سبعه نبدا لدينا تسعه نكتب تسعه واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة، زائد تسعة، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة، زائد ثمانية، واحد اثنان ثلاثة اربعة، واحد اثنان ثلاثة اربعة.